هل يمكن للنشيد الوطني الفلامنكي أن يصبح في المستقبل القريب نشيداً وطنياً للفلندر المستقل عن بلجيكا؟ فرضية يمكن للفوز الساحق للتحالف الفلامنكي الجديد وزعيمه بارت دوفير أن يحولها إلى واقع. بالفعل أدلى 30% من البلجيكيين بأصواتهم لهذا الحزب الذي يدعو إلى التفكيك التدريجي لبلجيكا. يجب إصلاح البلاد ويجب موازنة ميزانيته، لهذا يجب أن نتحد نحن الفلامنكيون لننجح في إحداث التغيير. على بلجيكا إذن أن تغير نظامها، أو على الأقل هذا ما يدعو إليه زعيم أكبر حزب في البلاد. من جهتهم يستمتع أهالي منطقة الفلندر الناطقة بالهولندية بالفوز وينتظرون تغييراً جذرياً لمؤسسات الدولة. يجب أن يتغير هذا الوضع، هذا ما قاله الناخبون الفلامنكيون، يجب أن تتغير الأمور، إذن انتهى عهد بلجيكا البلد الأب. العديد من البلجيكيين لا يريدون ضخ المزيد من المال في منطقة والونيا، حيث هناك العديد من الناس الذين يتوارثون البطالة أبا عن جد. ومع هذا يرفض التحالف الفلامنكي الجديد تولي منصب رئيس الوزراء، فهو لا يريد حكم بلجيكا كما هي اليوم، وأهدى تقريبا المنصب إلى إليو دي روبو زعيم الحزب الاشتراكي والذي فاز في منطقة والونيا الفرنكوفونية. ومع هذا يعبر العديد من الفرنكوفونيين القاطنين بمنطقة الفلندر عن قلقهم. أنا متشائمة جدا، أخشى أن لا يتمكن الفرنكوفونيون من المفاوضة لأننا أقل عددا ومالا، إذن سيشتري الفلامنكيون بروكسل، وعندما تقع بروكسل بين أيديهم سيتخلوا عنا. عن نفسي أعتقد أننا سنعيد نفس المسرحية والمناقشات التي ليست لها نهاية ولا من حل واضح على المدى البعيد. وفي الانتظار بدأت المفاوضات الرامية إلى تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، ولكن من غير المتوقع أن تنتهي هذه المفاوضات قبل الوقت الذي يفترض أن تتولى فيه بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز يوليو.